اكثر حاجه انا فخور بها في خدمتي مع الفيفا هي ملي بان باسبور مغربي، باسبور خضر في المطار، واخا ما كانش وجهي فيها حسيت بواحد البرايد لي كريزي. سميتي تيم ارغان، ام ا ديجيتال كونتنت كرييتر و ارتست مغربي، عندي 21 عام ولكن عايش في قطر. انا كنت مبلي بالكره ملي كنت صغير، ملي كان عندي خمس سنين كنت العب كره. ملي كان عندي 13 عام بديت في يوتيوب، بديت نصيب كونتنت وحطيت واحد شي 100 فيديو وقال في يوتيوب ايزلي. وفي المدرسه كانوا يضحكوا عليا ملي كنت نصيب فلوجز وداكشي. ومن بعد داكشي زاد، وفي 2019 وقيلا كاس العرب فيفا جاو عندي وبديت خدام مع فيفا قبل عامين. في كاس العرب كانوا يتقلبوا على كونتنت كرييتر في قطر وجاو عندي ودرنا كاس العرب وكان سكسسفول. سو رجعوا عندي تاني في الكلوب وورلد كاب اللي كان في ابو ظبي، ومن بعد تاني كاس العالم البيج وان، ودابا المونديالتو في المغرب. الفيدباك كان كله بوزيتيف من المغاربه، و از اكسبكتد ماشي درت شي حاجه اللي اوت اوف ذا اوردينري، درت شي حاجه اللي ضروري. كل مغربي خاصو يبين بلادو مزيان ملي تجي هذه الفرصه، وبين داكشي اللي كاين، ماشي ما كذبناش ما قلنا والو، يورينا المغرب كيفاش المغرب هو. الحاجه اللي استمتعت بها ما عندهاش دخل في الخدمه، استمتعت اني رجعت للمغرب، ربع سنين ما جيت للمغرب، واني تندور في المغرب وخدام ات ذا سيم تايم هي احسن حاجه. واو المونديال باقي انا ما دخلش ليا دماغي. كان حلم الوقت كامل تنتفرجوا في مباريات، كل نهار خارجين من ماتش فايزين ما فاهمش انه المغرب فاز. فزنا على اسبانيا، فزنا على بورتغال، بلجيوم، كل ماتش نخرج منه ما فاهمش اش واقع. ولكن كان ان انبليفبل اكسبيرينس تو بي اونست. هذيك اب تو ذا فيورز، ولكن انا واقيلا ديما تنبقى بروفيشنال. الا كنت نتفرج في الكاس العرب، تفرجت في الماتش ديال المغرب والجزائر وخسرنا، وبعد الماتش كان خصني ندير فيديو ونقول كونغراتوليشنز الجيريا بيت موروكو. هذه الخدمه، سو يو هاف تو بي بروفيشنال ات اول تايمز. في المونديال الاخر المغرب فاز، سو خلانا عندنا شي احساس كبير بالفرحه والفخر. اكثر حاجه انا فخور بها في خدمتي مع الفيفا هي ملي بان باسبور المغربي، باسبور خضر في المطار، واخا ما كانش وجهي فيها حسيت بواحد البرايد لي كريزي. سو الحمد لله. كنا تنصوروا في التران غاديين من الرباط لطنجه من مباراه لمباراه، وكنا تنصوروا بالكره في التران، وكان واحد الاولد جاي 80 يير اولد جاي بدا يلعب معنا توا كره، ولينا شي ست دراري تنلعبوا في التران جوغلينغ الكره. كانت مومنت واعره في العالم. برشلونه تنميل شويه للوداد، ولكن ديما مغرب ما تنساوش. تلاقيت مع ريد وان في كاس العالم، و seeing his work ethic في الحقيقه وكيفاش تتعامل مع الناس was really good. ميسي اوكي شفته في الفاينل ديال كاس العالم، كنا في التيران واقفين تنصوروا الكونتنت ديال فيفا وشفته تمشى من حدايا. ولكن ملي كنت صغير تسحب لي تكون شي مومنت لي كريزي، ملي شفته في حقيقه ليجند، ولكن باقي هيومن، باقي انسان. ما عرفتش واش كاينين ستراجلز، هي الحمد لله جوب واعره، ولكن تنفيقوا في الصباح، عندنا ميتينغز ان ذا مورنينغ، كاين مانجرز اللي خاص ابروف كونتنت اش نصوروا اليوم، كاين اشياء اللي ما تخرجش كاع اللي تنخدموا عليهم، وداكشي ما تيبانش الناس تيسحب لهم اي او انستغرام كونتنت، خصوصا الاولدر بيبل في المغرب ولا في العالم كله ما تيسحبش لهم راه كاينه خدمه في السوشيال ميديا، ولكن كاينه خدمه. اتس جاست لايك تي في ولا ايفن مور دابا. سو بروبلي ذا بري برودكشن قبل ما نصوروا، all the planning اللي goes into it, script writing داكشي هي ال hard part of the job، ولكن ما صعيبهاش بزاف. دابا انا باقي في المغرب لان باغي نصايب واحد الشو ديال توريزم في المغرب، فين نوري المغرب ماشي غير الاجانب ولكن حتى المغاربه اللي عايشين برا المغرب، ونسميه a tourist at home. So كواحد اللي ما عاش في المغرب ولكن مغربي، I'm gonna discover نكتشف المغرب مع المغاربه on my YouTube channel. بوفال هو اللاعب favorite ديالي كلاعب مغربي. اي كيفاش تدرب لي بالكره وكيفاش تلعب بالكره، يعني السحر في الملعب. تقريبا بحال زياش اكيد. كنت باغي نمثل انا المغرب في التيران ويكونوا الجمهور تيشجعوا لي في التيران، ولكن دابا تتفرجوا فيا في انستغرام. سكند بيست دريم، بلان بي.